السلام عليكم أعزائي الطلبة. بالنسبة لمحاضرات المطارات، فالمصادر اللي تقدرون تعتمدون عليها مثل ما مكتوبة قدام يعني أمامكم، عندنا المصدر الأول اللي هو المصدر الرئيسي اللي هو كتاب هورنجيف Planning and Design of Airport، هذا المصدر الأساسي. والثاني مصدر أشفورد اللي هو Airport Engineering Planning Design، ومن ثم اللي هو أكاو اللي هو هاي يعني سلسلة من الأدفيسري سيركولار للمطارات، لكن اعتمادكم الرئيسي يكون على المصدر الأول اللي هو مصدر هورنجيف. زين، نجي هسه الايربورت المطار اللي هو نقدر نعرفه انه هو مساحة محددة من سطح الارض، الغرض من عندها انه هي تسهيل حركة الطائرات والمسافرين والسلع او البضائع وحركة المركبات بطريقة كفوءة وامينة. اذن المطار هو مساحة معرفة من الارض تتضمن المباني والأجهزة والمعدات المستخدمة لتستخدم للهبوط وإقلاع الطائرات على سطح المطار. زين، الايربورت بيرفورمانس أداء المطار، يعني ممكن شلون أحكم إنه هذا المطار دا يؤدي الأداء المطلوب بصورة جيدة أو لا؟ يعتمد على how worth the demand، يعتمد على الطلب إنه كيف دا ممكن يلبي الطلب بصورة كفوءة بالنسبة للخدمات اللي موجودة بالنظام، بالنسبة يعني للفاسيليتيز اللي موجودة بالنظام، هدا يقدر يلبي الطلب أم لا، على أساسها أعتمد. نجي هسه إلى تصنيف المطارات. يوجد عدد كبير من المطارات حول العالم، بعض من هذه المطارات هي مطارات دولية، حتى بتصميمها بإنشائها بمخططاتها كلها تخضع للتصاميم المعتمدة من قبل المنظمة اللي هي منظمة الانترناشنال سيفل افيشن اورجانيزيشن، هي منظمة الدولية، منظمة الدولية للطيران المدني اللي مختصرها أكاو. بعض المطارات الأخرى هي تعتمد تلبي فقط الاحتياجات المحلية، can handle only limited number، يعني ممكن أن فقط تلبي الطائرات بعدد محدود لكل يوم. اعتمادا على حجم ونوع الخدمة اللي ممكن توفرها، فالمطارات يتم تصنيفها إلى عدد من الجروبات مثل ما راح تشوفون هسه لاحقا. Separate classification have been done in various countries، يعني أكو عدد من التصنيفات، طبعا أكو عدة تصنيفات موجودة لكن راح نعتمد على عدد من التصنيفات المطارات. أكو يعني required to handle military airport، أكو للطيران العسكري، يعني مثلا عندي such airport أكو مطارات هي خطة مخصصة للطيران العسكري مثل نيفاي والآرمي والإير فورس، هاي مخصصة للطيران العسكري. وأكو المطارات المدنية اللي هي ممكن إنه يعني مخصصة للطيران المدني والتجاري. هاي إذا كان المطار مدني، فإن المطار يجب أن يكون على بعد مناسب من المدينة بحيث يمثل لي سهولة الوصول إليه، وأيضا توفر وجود شبكة من الطرق ووسائل النقل تسهل الوصول لهذا المطار. أما إذا كان المطار عسكري، فيجب أن يكون المطار بعيد عن المدينة، لأن تعرفون مثل ما تعرفون إنه أكو تدريبات للطيران راح تكون موجودة بهذا المطار حسبب إزعاج للمنطقة اللي حول المطار، وأيضا نتيجة لصوت الطائرات المرتفع، وأيضا المطار ممكن يكون عرضة للضرب في حالة أوقات الحرب، فلهذا يفضل المطارات العسكرية تكون خارج المدينة وبعيدا عن التجمعات السكانية. فإذا أغلب المطارات اللي ممكن يعني ممكن إنه المطارات العسكرية ممكن نستخدمها بالحالات خلينا نقول الاضطرارية، طيب في حالة الطائرة تستخدم يعني بالعكس، يعني المطارات العسكرية تستخدم للهبوط المدني أو المطارات المدنية تستخدم للهبوط العسكري، يعني في حالات خاصة واضطرارية. فإذا أنا بالبداية لازم أعرف أول شيء تصنيف المطارات، أول شيء أنا من أريد أجي أعمل يعني من أريد أحدد مطار، شنو نوع المطار هذا؟ لازم أعرف هل هو مطار عسكري أم مدني، هاي النقطة الأولى، إنه هو مطار عسكري طيران عسكري أم طيران مدني. النقطة الثانية، وما حددت نوع الطيران أجي أحدد نوع المطار أو تصنيف المطار، هل هو حيكون محلي أو دولي؟
من أجل تخطيط المطار من الضروري معرفة نوع الحركة الجوية اللي ممكن تغطيتها بهذا النوع من المطار، فإذا حتى بالتالي أعرف شلون الصنف اللي ممكن أختاره، حتى الصنف اللي ممكن أختاره كي أحدد موقع المطار. Airport of various classes، المطارات بمختلف أنواع تصنيفاتها تعتمد على أنواع الطائرات اللي راح يتم تستخدم هذا المطار. For airport stage planning، for airport للمطار stage planning مرحلة التخطيط، يعني خطوة خطوة. Require that provision be made، يحتاج إنه توفير مثلا أنا عندي مطار حاليا لكن أريد أوفر مثلا فد إضافي، مدرج إضافي أو improvement in existing one، أو تحسين بمدرج المدرج الموجود حاليا، أو نتيجة لزيادة الحركة المرورية، فأنا أحتاج إنه أضيف أما مدرج إضافي أو أحسن المدرج الموجود حاليا. فإذا هذا the plan expand، كل ما زاد توسع الخطة، توسع الخطة للمطار، كل ما أنا أحتاج إنه أدرس ال existing runway، أدرس المدارج الموجودة وكيفية إنه ممكن إنه أزيد طولها أو أوسع عرضها أو إنه أحسن ال bearing capacity للتبليط حتى تستوعب أكبر، يعني تقدر تتحمل الطائرات الثقيلة الوزن. أيضا مسموح به أنه ممكن هناك يكون أكو توسع للهانجرز، هانجرز اللي هي أماكن اللي تستخدم لخزن الطائرات، والأدمنستريشن بيلدينج اللي هي البنايات الإدارية، والباركينج والباسنجر فاسيليتيز الخدمات، الباركينج والباسنجر كلها هاي أنا لازم أخذها بنظر الاعتبار. هسه نجي على تعريف اللي هو الانترناشونال سيفل افيشن اورجانيزيشن، يعني منظمة الدولية الطيران المدني، اللي تعتبر من اهم المؤسسات الدولية اللي تعنى بالمطار او بالطيران العفو. All the major cities of the world are now connected by air، كل المدن الرئيسية يتم ربطها بالطيران عن طريق الطيران. The aircraft، الطائرات عادة تطير من بلد إلى آخر، فمن أجل تسهيل هاي حركات الطيران تم إنشاء منظمة دولية اللي تعني بكل الطيران، بكل قوانين الطيران والإدارة، اللي هي اسمها International Civil Aviation Organization، اللي هي يعني أسسوها بسنة 1944، واللي كان مركزها بكندا، وهاي المنظمة تضم أكثر من 72 عضو من مختلف البلدان في سنة 1961. هاي المنظمة تعمل على التشجيع على التوسع الأمني في مجال الطيران المدني بجميع أنحاء العالم، تعمل على كفاءة التشغيل للطيارات المدنية، يعني تعمل أي شيء يختص بالرحلات الجوية، هي تعمل على وضع قوانين وإدارة هاي الرحلات الجوية. نجي هسه إلى تصنيف المطار حسب منظمة الآيكو. منظمة الآيكو تصنف المطار تبعا للطائرات اللي تستخدم المطار. تصنيف حسب طريقة الآيكو يعتمد على two code reference. two code reference يعني عندي two code element، اللي هو الكود element رقم واحد اللي هو مثل ما تشوفوه هذا بالجدول table 1-1، والكود element رقم 2. الكود element رقم واحد يختص بطول المطار، طول المدرج، والكود element 2 يختص بأنواع أو أحجام الطائرات اللي تستخدم هذا المطار. فمثلا إذا نجي على الكود نمبر رقم واحد، إذا كان طول المدرج أقل من 800 متر، أي يعني الطائرة، أي مثلا يعني الوينج سبان هو عرض الجناحي الطائرة، الأوتر مين جير ويل سبان اللي هو العرض المسافة بين العجلات الخلفية للطائرة، الأي إذا كان الجناح يعني أقل من 15 متر، الأوتر مين جير إذا كان المسافة بين العجلات الخلفية أقل من 4.5 متر، فإذا الطائرة تصنف ضمن أي. إذا كان المدرج أقل من 800 متر، إذا الصنف المطالب هاي حال شو هيكون؟ هيكون 1A، وهكذا. في حالة إذا كان عندي 2، فطول المدرج هيكون من 800 متر إلى 1200 متر.
هنا مثل ما تشوفون من A إلى F، يعني هنا كل ما تشوفون كل ما تزداد، شوفوا يعني A كان الجناح أقل من 15 متر، إلى ال F شوفوا ال F صار الجناح يشقد أقل من 80 متر، يعني طيارات شنو تزداد حجما كل ما تتنقل من A إلى F، بينما الكود المداخل واحد طول المدرج من 800 متر، وكل ما دا أصعد لي فوق يعني رقم 4 دا يكون 1800 متر، وهكذا. إذن كل يعني كل ما الكود مثلا كان عندي 4F معناته المطار هو دا يستخدم طائرات كبيرة الحجم. هذا التصنيف اللي هو يختص بتصنيف الآكو. زين نجي هسه على التصنيف الثاني اللي هو تصنيف الفيدرال افيشن ادمنستريشن كلاسيفيكيشن، تصنيف المنظمة الفيدرالية. احنا عندنا بالمطارات منظمتين تعنى بالطيران اللي هي المنظمة الاولى الاكا والمنظمة الثانية اللي هي الفيدرال افيشن. هسه نجي على هذا التصنيف الثاني اللي هو الفيدرال افيشن. The airport reference code is coding system. يقول لك نظام يعني نظام الريفرنس كود هو نظام ترميز ليعتمد على من يعتمد على الايربورت ديزاين كرايتيريا، يعتمد على التصميم محددات التصميم المطار. To the operational and physical characteristic of the aircraft، يعتمد بالتالي على الخصائص اللي الطائرة اللي تستخدم المطار أو اللي تعمل على المطار. It is based upon the aircraft approach category. هنا حيكون تصنيف المطار اعتمادا على ال aircraft approach category and the airplane design group. عندي two table. table أول يعطيني تصنيف ال aircraft approach category، والتابل الثاني يعطيني تصنيف ال airplane design group. أدخل الهاي جداول أطلع من عنده تصنيف المطار. The aircraft approach category مثل ما تشوفوا بالتابل 6.1 يتم تصنيف الطائرة اعتمادا على سرعتها من تصنيف من A B C D E ومقابلة كل واحدة والسرعة مالتها، وهاي سرعة الوحدة سرعة الطائرة هنا بالميل بير أول. زين ال airplane design group مثل ما تشوفوا بالتابل الثاني، التابل الثاني اللي هو 6.2 اللي هو ما تشوفون tall height إن ارتفاع الجناح الخلفي، والوينج سبان اللي هو عرض الجناحين، أيضا كلها خصائص الطائرة دي تدخل مثل ما تشوفوها موجودة بالتابلين. زين هنا جاي يقول لي تقول لي الـ Airport Reference Code is a two-designed code، هو عبارة عن كود من رقمين يشير إلى الرقم الأول يشير إلى الـ Aircraft Approach Category، ورقم الثاني يشير إلى الـ Airplane Design Group. مثلا عندي for example إذا عندي Airport Reference Code مثلا عندي B وثلاثة A ثلاثة I عفوا، فإذا هذا الايربورت شنو هو؟ Airport is designed to accommodate traffic، هو مطار مخصص حتى يستقبل الطائرات اللي سرعتها من 91 إلى تجي على الصنف V. شوفوا الصنف V سرعتها من 91 إلى 120 الصنف V. With wingspan إذا نجي على الصنف الثاني اللي هو بالجدول الثاني wingspan 3i حيكون wingspan شقد من 79 إلى 118 أو 30 إلى 45، واحدة من عدهم أطلع تصنيف الايربورت. وعدي الفيدرال افيشن إذا ترجعون للمصدر هذا الادفيسري سيركل ايربورت ديزاين حتلقون مختلف أنواع الكودات المستخدمة بتصنيف المطار. ايضا هنا منطيني مثال ثاني في حالة اذا مطار دي يستخدم طائرة بوينغ 767 والسرعة مالتها 130، فاذا نجي من تيبل 1 نطلع الكاتيجوري مالتها هو 6C، ومن كالتيبل الثاني نطلع الوينج سبان نستخرج الجروب ديزاين جروب اللي هو IV، ومن ثم اذا نصنف المطار على انه ايربورت ريفرنس كود اللي هو CIV. هسه نجي على موضوع اللي هو ايربورت بلانينج تخطيط المطار. The planning of an airport is such a complex process. تخطيط أي مطار هي عملية معقدة لأنه يحتوي على تحليل أكثر من activity موجودة به. المطار يحتوي على أكثر من activity يعني بactivities متعددة. فأنا شلون أقدر أضبط التنسيق بين كل هاي الactivities حتى يطلع عندي تشغيل كفو. Regard to the effect on the other بحيث ما أي activity ما تأثر على الactivity الثانية بحيث يصير عندي بالنهاية تشغيل كفو.
والنطب إذا activity واحدة ما اشتغلت بكفاءة جيدة حيأثر على باقي الاكتيفيتيز، وبالتالي ما حينطيني not to provide acceptable solution. An airport encompass wide range of activities. الايربورت المطار يحتوي على عديد من الفعاليات اللي هي المختلفة، تختلف أحيانا وأيضا يكون مختلفة يعني متطلباتها متضاربة واحدة عن الثانية. فبيفور بلانينج ان ايربورت، قبل انه اني ما اخطط اي المطار، يجب ان اعرف كل التفاصيل بأدق التفاصيل، واحاول انه اعرف اول شيء البوتينيتال اير ترافيك اورجينيتنج ان ذا فيسيتي، يعني احاول انه اعرف طبيعه حركه الطيران الجوي الموجود بالمنطقه، اعرف نوع وعدد الطائرات اللي راح تستخدم هذا المطار اذا اني خططته. Location موقع هذا المطار بالنسبة للمطارات الأخرى. استخدام هذا المطار، هل هو تجاري أو ميكس ترافيك أو يعني قلنا نحدد نوع الاستخدام. Actual need of the area for the present، في حالة إنه أنا أحتاج إلى مساحة أخرى بالمستقبل يتوسع بها المطار، موجودة أم لا. As well as future anticipated requirement، وكذلك المتطلبات المستقبلية. On the basis of the proposed development، اعتمادا على التطور الحالي اللي ممكن يحصل بالمستقبل. An area airport plan أو master plan، أنا يجب أن أحضر أو أخطط أو أهيئ الايربورت master plan مثل سرح نحكي عليه. The establishment of a new airport، إنشاء أي مطارات جديدة أو توسعة أو تحسين لأي مطارات موجودة حاليا، هي عملية تتضمن عدد من الأسبقيات، priorities، عدد من الأسبقيات، يعني أكو فد شيء دائما يسبق شيء آخر وهكذا. راح نجي هسه نعرف الايربورت سيستم، نظام المطار مثل ما تشوفون يمكن بالصورة. نظام المطار راح يبدي الحركة مثل ما تشوفون، الحركة المنقطة هي حركة الباسنجر، والحركة الخط اللي هو حركة الطائرات. المسافر عادة من يريد يسافر يبدي يعني يخرج من الأوريجين المكان اللي هو البيت، يبدي يستخدم سيارته أو أي وسيلة أخرى حتى يوصل للمطار، فبالتالي يستخدم شبكة الطرق، فهنا نطلق عليه Airport Grounds Access System، يستخدم شبكة الوصول للمطار. وما وصل للمطار راح يروح يخلي سيارته بالباركينج Vehicular Circular Parking، وراها يبدي يروح لمنطقة المبنى المسافرين اللي هو Terminal Building. من البردينج راح تبدي الإجراءات إنه يقطع التذكرة وكذا. هاي كل هالإجراءات نسميها the land side، يعني المسافر ديت يستخدم ديت كل هو لحد الآن باللاند سايد، بالمنطقة اللي هو على الأرض، مثل لحد الآن ما صعد هو بالطيارة. وراها ما قطع التذاكر راح يبدي يتوجه للبوابة للآبون جيت أريا، وراها ما يصعد الطيارة يبدي الطيارة تروح بالتاكسي واي، ومن ثم من التاكسي واي وتروح للهوردينج باد. الهوردينج باد هي منطقة مخصصة حتى انتظار الطائرات في حالة انه كان المدرج مشغول بطائرة أخرى، ومن ثم يروح للرانواي، الطائرة تروح للرانواي، ومن ثم بالسبيس تروح بالفضاء الجوي. فإذا مثل ما تشوفون الايربورت سيستم عندي بي مختلف الاكتيفيتيز، اكتيفيتيز باللاند سايد واكتيفيتيز بالاير سايد، لازم اني اوفق بين كل هاي الاكتيفيتيز حتى يصل عندي تشغيل كفو. نجي هسه تعريف الايربورت سيستم بلان والايربورت ماستر بلان. الايربورت سيستم بلان، the purpose of an airport system plan is to identify the aviation development required. هنا الفرق فقط بين الايربورت سيستم بلان والايربورت ماستر بلان. الايربورت ماستر سيستم بلان هذا يختص بتعريف يعني الطيران على مستوى المنطقة ككل، بينما الايربورت ماستر بلان هو يختص بتعريف متطلبات المطار لوحده individual. فنجي إذا الايربورت سيستم بلان هو يعرف لي الطيران أو aviation development أو تطور الطيران ما يكون عليه بالمستقبل، حتى يلبي كل الاحتياجات الحالية والمستقبلة من الطيران من الحركة الجوية للمنطقة.
to command the general location. هو راح ينصح أو ينطي يعني command the general راح ينطيني الموقع general location and characteristic راح ينطيني موقع وخصائص للمطارات الجديدة واللي ممكن أسوي توسعة ب أو نفس المطار يعني موجود حاليا لكن أنا أسوي له expanded. راح ينطيني timing, facing, estimated cost of development. هذا النوع من التخطيط ينطيني وقت, ينطيني ال facing, the cost of development, يعرف لي revenue source, الإيداعات وكل الخطط حتى أنا أقدر أشتغل هذا السيستم. هذا التنبؤ الفوركاست يعني الفوركاست لهذا الايربورت سيستم فوركاست التنبؤ بالحركة الجوية للطيران عادة يكون مبني على الناور بيسز يعني يعتمد على أرقام سنوية فور بلانينج انتيتي للتخطيط كوحدة as a work تخطيط كوحدة and then وبالتالي proportioned among the various individual airports يعني راح من يجي يخطط مثلا منطقة بغداد يجي يخطط هاي منطقة بغداد ايش قد بها حركة جوية ومن ثم هاي الحركة الجوية سنة اعتمادا على سنوي هاي الحركة الجوية يجي بعدين يخصصها إلى various individual airport يجي يخصصها إلى مختلف إيش قد حيحتاج مطارات حتى يلبي هاي الحركة الجوية يعني هو يعتمد أن الحركة الجوية كاملة لهاي المنطقة ومن ثم يخصصها إلى المطارات اللي ممكن تكون موجودة بالمنطقة. These demand projection هذا demand projection are compiled to inventory يعني راح نجي نقارن ب يعني أنا إحنا جينا حسبنا إيش كده راح نحتاج demand هسا راح نجي نقارن ويا الفاسيلتيز اللي موجودة حاليا وبالتالي حعرف إيش كده أحسب development need أحتاج حاجة أعرف إيش كده أحتاج development بالمستقبل. It should be يجب أن نركز إنه the projection are normally made in very aggregate fashion. هنا يجب يعني نلاحظ إنه التنبؤ ده يصير على شنو very aggregate fashion يعني بطريقة تجميعية. إنه أنا داري أعرف هاي المنطقة كلها إيش قد تحتاج aviation إيش قد تحتاج حركة جوية. ومن ثم يجي بعدين هاي الحركة الجوية بالكامل للمنطقة يجي أجزها يعني شوف إيش قد عدد مطارات تحتاج هاي المنطقة. فإذا هي هي نظام سيستم يعتمد على الأجريجيت فاشن. أنتين تو إكزامين أوفر أور ديتيرمنت أوف وبالتالي يحتاج إنه يعرف إيش قد هاي المنطقة تحتاج أفيشن أكتيفيتي أند العوامل اللي تأثر على هاي الأفيشن. العديد من الطرق المستخدمة حتى أني أشتغل البروجكشن هي تعتمد على تريند بروجكشن أو الإيكونوميك موديل هاي سنأخذها بالمحاضرة اللاحقة اللي حتى بعد يعني أني عندي ديماند لكل المنطقة شلون راح أجي أسوي البروجكشن لكل مطار هذا أو أكو طرق أخرى اللي تعتمد على طريقة الريشيو ميثود هسه نأخذها إن شاء الله بالمحاضرة الجاية. نتحدث الآن عن الايربورت ماستر بلان. الايربورت ماستر بلان هو مخطط تفصيلي للمطار كوحدة واحدة يعني هو التصميم الأساسي للمطار. التصميم الأساسي هو مصطلح يستخدم للمدن ويحتوي عادة على كافة تفاصيل تلك المدينة لأن المطار يشبه المدينة فيمكن أن يكون له أيضا ماستر بلان الذي يحتوي على كل ما موجود بالمطار وعلى ما مخطط أن ينشئ له بالمستقبل. The Airport Master Plan يوفر لي التفاصيل الخاصة للتطور المستقبلي لـ an individual airport لي يعني لوحدة واحدة من المطار حتى شنو تستفاي حتى يلبي متطلبات الحركة الجوية من الطيران بالمستقبل with community objectives بما يتلائم مع أهداف المجتمع. The Airport Master Plan required detailed projection of the level of demand. يحتاج المخطط Airport Master Plan المخطط الأساسي إلى إسقاط تفاصيل حقيقية للطلب على مختلف الخدمات الموجودة بالمطار. Various concepts and alternatives for development are examined and evaluated. يعني مختلف أنواع البدائل راح يتم تقييمها يعني ينطو تقرير بما هو أفضل يا هي أفضل البدائل اللي ممكن استخدامها بالمستقبل. And recommendations are made
أرمية دولية تفتي ذا بوغاي توزنج. مثل ما قلنا راح يتم إعطاء أولوية بتنفيذ مشروع ما اعتمادا على الأولوية بحسب مجموعة من المشاريع. وسكاجولينج راح يكون أكو في الجدولة معينة، وأيضا فاينانسينج أوف ذا بلان أيضا هناك تكون خطة مالية لهذا المخطط. So the basis for the projection and system plan is the aggregate level. مثل ما قلنا بالموضوع اللي قبله بالairport system plan، قلنا إنه الairport system plan هو عبارة عن aggregate level، يعني مستوى تجميعي. يعني شو المستوى التجميعي؟ قلنا يعني يعتمد على الديمان، من يجي يحسب الديمان على يعتمد على أساس الناور ديمان، يعني الديمان الطلب لكل الطلب السنوي. بينما بالairport master plan لا، أنا ما أقدر إنه أعتمد على الairport على الناور ديمان. This is not Shifted for the master plan. هذا غير مناسب للماستر بلان. A projection must be made for magnitude nature. إن أنا البروجكشن للديمان يجب أن يعتمد على القيمة والتغير بالديمان شهريا، يعني قيمة شهرية أو يومية أو اعتماد أساسي شهري يومي أو ساعة لمختلف الخدمات الموجودة بالمطار. يعني هنا انه الديماند يكون اعتمادا على اساس ساعة ديلي مانثلي، يعني هذا التقرير اللي هو التصميم الاساسي يحتوي على كل هاي التفاصيل. The master plan and graphic documentation or document of complete investigation evaluation allocation. يعني يقول لك المخططات التصميم الأساسي يجب أن تحتوي على ما يلي: أولا تقييم لخدمات المطار الحالية الموجودة حاليا، anticipation of future facilities نجي هسه التنبؤ بخدمات المطار بالمستقبل، تنبؤ بخدمات المطار بالمستقبل. ومن ثم النقطة الثالثة the relative agency of the component parts اللي هو مختلف الأجزاء الخاصة بالمطار وشنو نوع المطار اللي ممكن استخدامه at any place. The Federal Aviation Administration State الفيدرال المنظمة الفيدرالية إيش قالت؟ قالت the goal of the master plan الهدف من الماستر بلان إنه أنا أوفر جدول خاص لي future airport development أوفر فد أو فد يعني خلينا نقول يعني جدول معين إنه أنا شلون ألبي حاجات الحركة الجوية بالمستقبل future airport development that will cost effectively، يعني بحيث يكون هو كفو وبأيضا أقل كلفة ممكنة to satisfy aviation demand حتى يوفر لي الحركة الجوية المناسبة بالمستقبل، مع أخذ بنظر الاعتبار مختلف التأثيرات البيئية والاجتماعية. For master plan purpose لأغراض التصميم الأساسي عادة التنبؤ يكون بهذه المخططات يكون لمدة أما يكون 5 سنوات أو 10 سنوات أو 20 سنة، يعني أي مخطط أساسي يكون هاي يعني حسب هم إيش قد يردون 5 10 سنوات 20 سنة وهكذا. ماستر بلانينج عادة أنا شو بتنفذ الماستر بلانينج؟ أنفذه في حالة إنه أنا أريد أشتغل نيو إيربورت، أريد أنشئ نيو إيربورت، أو في حالة إنه أنا أريد أسوي توسعة لإكزيستينج فاسيليتيز، أريد أسوي توسعة لخدمات موجودة حاليا من المطارات. The ACAO manual نجي هسه على المنظمة الثانية اللي هي ACAO state قالت إنه الايربورت ماستر بلان يجب أن يكون guide for شنو، يجب أن يكون دليل لشنو، دليل إنه development of physical facilities of the airport إنه تطوير الخدمات الأساسية للمطار، يجب أن يشمل التقرير أيضا تطوير لخدمات التطوير لل اللاند يوز استخدامات الأرض للأرض المحيطة بالمطار، يجب أن يشمل على التأخير يجب أن يشمل على التأثيرات البيئية في حالة إنه المطار تم إنشاءه وتشغيله. وأيضا النقطة الأخيرة إنه أنا يجب أن أوفر نقاط الدخول للمطار، يعني متطلبات الدخول للمطار، يعني شلون أقدر أربطه مع المدينة، هاي يجب أن أوفرتها أو يعني مهيئتها بالتقرير. نجي هذا الفيجر 5.1، هذا فيجر مطلوب من عندكم تحفظوه، راح بس شنو مو تحفظون يعني كافة التفاصيل، راح نحفظ مثلا أشياء أساسية. إذا تجون تشوفون بالجانب التابل جانب هذا الفيجر راح تلقون هنا مكتوب هي شنو هذا عملية الماستر بلان preparation، يعني التحضير للماستر بلان.
مثل ما تشوفون مكتوب بالبداية Part 1 Pre-Planning and Pre-Preparation، يعني اللي هو ما يسبق التحضير، ما يسبق التحضير مثل ما تشوفونه، اللي هي هنا يبدون مثل ما تشوفون المرحلة الأولى اللي هي قلنا Pre-Planning and Preparation اللي هو مرحلة التحضير. هنا يبدي اختيار المقاول أو يعني Selection of Concert، ومن ثم يبدي جرد لما موجود بالظروف الحالية Inventory of the Existing Condition، ومن ثم تعريف المشاكل Identification of Issues and Collection of Data، ومن ثم جمع الداتا. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية نجي هسا Master Plan Analysis اللي يتضمن أربع مراحل حلوة رئيسية مثل ما تشوفوها، اللي هي أول مرحلة اللي هي الفوركاستينج التنبؤ، وديمان كاباسيتي أناليسيز اللي هو هل الديمان أكبر من الكاباسيتي أو إذا كانت هناك مشكلة بالمستقبل فندرسها. فإذا المرحلة الأولى تنبؤ بما يكون عليه الطلب بالمستقبل، المرحلة الثانية هي دراسة الديماند والكاباسيتي أناليسيز، المرحلة الثالثة يعني هاي ضمن المرحلة الثانية دا أحكي الجزء الثاني، ثالثا فاسيليتي ريكوايرمنت نجي نشوف إنه المكونات المطار الأساسية أو الخدمات المطار اللي موجودة متطلباتها، والرابعا الترناتيف أناليسيز نجي هنا عندي عدة بدائل نجي نسوي تحليل بدائل نختار أفضل بديل. هاي كلها وين ضمن الجزء الثاني Master Plan Analysis. مثل ما تشوفون ماستر بلان اناليسيز المرحله الاولى قلنا عليها الفوركاستنج تتضمن الافيشن ديماند فوركاست اللي هو التنبؤ بحركه الطلب على الطيران، ويكون تارجت اناور باسنجر ايضا عندي لازم فكره عن الباسنجر بالسنوي، وايضا حركه الطائرات وحركه الشحنات التفريغ الشحنات التفريغ البضائع وكذا. فحيطلع عندي شنو بيك ديماند باترن، حيصير عندي تفاصيل عن كل الديماند لكن البيك. اجي ادرس الايركرافت موفمنت حركات الطائرات، الباسنجر، الكارغو، الجراوند ترانسبورت، جراوند ترانسبورت يعني الطرق المؤديه للمطار. وراها ما درست هذني راح نجي ندرس الايركرافت موفمنت راح تؤدي للايرفيلد اير سبيس، الباسنجر راح ادرس وراء الباسنجر تيرمينال سبيس راح اجي ادرس شلون اني اوفر بنيه مناسبه لعدد المسافرين اللي حسب ما نتنبأت بعدد المسافرين سنويا، ومن ثم بالكارغو ايضا هنا شلون اجي اسوي كارغو بلانينج انه انا اجي اخطط لي حتى اشحن البضائع وكذا تفاصيل. وبالنسبه للجراوند ترانسبورت ايضا اجي اسوي تخطيط شلون اربط المطار بالمدينه. كل هاي بعد ما انا جيت اشتغلت كل هاي بعد ما جيت اشتغلتها راح اجي ادوسلها راح يصير عندي عدة بدائل. هاي البدائل اجي ادوسلها التأثير البيئي والكوست، واجي ادوس الكابيتال ديفلوبمنت الترناتيف اناليسيس كل هذني وراهن. وراها المرحلة الأخيرة راح يصير عندي بري انجينيرينج اند ديفلوبمنت اللي هي عبارة عن مخططات تفصيلية. شو تضمن هاي المخططات التفصيلية؟ تتضمن الايربورت لايت دراوينج، تتضمن فد مخطط شلون الاوتوكاد، تفاصيل كل المطار، يتضمن لي ايضا اير سبيس دراوينج، ايربورت تيرمينال بلان، ايربورت لاند يوز بلان استخدامات الارض، وايربورت اكسس اند باركينج تفاصيل الوصول للمطار وايضا الباركينج، والايربورت بروبرتي ماب. كل هاي هي عبارة عن خرائط، يعني المرحلة الثالثة هي كلها عبارة عن خرائط. وبالتالي النتيجة النهائية هي Facilities Implementation Plan of Airport Capital Development Program، بما يعني أي تطور بالمستقبل لهذا المطار كلها حتكون موجودة بهذا الماستر بلان. التابل هذا التابل 5.1 مثل ما تشوفوه هذا للاطلاع، يعني تطلعون عليه لكن مو حفظ. نجي هسه على المبادئ الأساسية في حالة أنه أنا أريد أختار موقع مطار Planning Airport Fit حتى يلبي المتطلبات الحالية للنقل الحركة الجوية وأيضا للمستقبل. أنا الشيء شنو اللي هي المتطلبات الأساسية؟ أولا الـ Area to be Served، شنو المساحة اللي راح يخدمها؟ Type of Activities to be Served، نوع الخدمات اللي ممكن يخدمها أو النشاطات. نقطة ثلاثة الـ Population Served، عدد السكان. نقطة رابعة Expected Air Traffic Volume، حجم الحركة الجوية المتوقع. وخامسا Airport Capacity، سعة المطار.
6 تايب سايز اند شيب اوف ايربورت، حجم ونوع شكل المطار. 7 بروكسيميتي اوف اذر ايربورت، مدى قربه من المطارات الاخرى. و8 البابليك اوبينيون، ناخذ راي العامي الراي العامه او الناس او الشعب. اند ايكونوميك كونديشن اوف ذا هابيتنتس اوف ذا اريا، والظروف الاقتصاديه لعادات أهل المنطقة. والتاسعة ندرس تأثير النويز. والعاشرة land values damage to property، يعني قيم أسعار land use ومدى الضرر اللي راح يكون بيها راح يحصل عندما في آن حالة إنشئة مطار. ودعاش application laws القوانين. نجي هسه على واحدة واحدة من عندهم. النقطة الأولى اللي هي area to be served، يقول the confining line of the area to be served should be established on the basis of area served by adjacent airport. يقول لك أول شيء أنت لازم تخلي حد confining line للمساحة اللي المطار للمساحة اللي راح يتم تغطيتها اعتمادا على المساحة اللي للمطار. The map، الخريطة، يجب أن تظهر كافة المدن، كافة المناطق السكنية، كافة المناطق البنايات، كافة التعاضدات. والinformation is prepared with contour map، عادة هاي المعلومات يتم تهيئتها على خريطة كونتورية بسكيل 1 إنج إلى ميل. نقطة ثانية، type of activities to be served. It is necessary to know not only the present but also the expected activities. يقول لك إنه من الضروري إنه أنا ما أعرف فقط الظروف الحالية، لكن يجب أن أعرف النشاطات اللي ممكن يكون بأقصى النشاطات اللي ممكن نتوقع حدوثها. Which the airport shall be required to serve since only a part of development is undertaken initially. يعني أنا يجب أن أعرف أغلب التوقع أو أغلب الأكتيفيتيز اللي ممكن تحدث لازم أني أقدر أتوقع بها، أقدر أتنبأ بها. By using available data، عن طريق معرفة الداتا الموجودة حاليا. And anticipated growth trend، ومعرفة مدى النمو الحاصل على مدى، يعني شو نعرف الgrowth trend؟ عن طريق النمو بالسنوات السابقة من عنده حقدر أتنبأ بالgrowth trend. إذا عندي الجروث ترند حقدر أحسب estimate can be made concerning the expected number and type of air passenger. إذا عندي الجروث حقدر أحسب العدد الكلي لعدد الباسنجر ولعدد الـ يعني شحن البضائع وحركة شحن البضائع وحركة personal aircraft traffic and extent of training activities. كل هاي أني أقدر أحسبها إذا قدرت أعرف النمو. The number and type of aircraft to be based at the airport. أيضا أعرف أقدر أعرف جيل حوفر عدد من الطائرات. راح أعرف the volume and the business resulting from the sales and service. راح أقدر أعرف حجم نوع البزنس اللي ممكن راح يكون يعتمد على المبيعات والخدمات. The number of employees، هعرف جيل أوفر عدد من العمال to man to the various activities. هعرف جيل أوفر العمال. أيضا هعرف the space required for car parking. راح أعرف جيل أحتاج مساحة حتى أوفر باركينج. and extent of business in each activity، وأيضا مدى أترك مساحة معينة ممكن أني في حالة أحتاج أسوي extend business بكل نشاط أو لكل فعالية. These studies shall indicate the type of the airport required to be designed. هاي الأنشطة أو هاي الدراسات راح تنطيني شنو نوع المطار اللي ممكن أني أصممه. نجي هسه نقطة رقم 3، population service. The airport can serve the population in tours connected with their business and recreation. الأيربورت المطار راح يخدم السكان برحلات لأغراض أما ترفيهية أو business. It would be investigated، يجب أن يتم معرفة أو تحري the percentage of population، عدد السكان اللي راح يحتاجون خدمة النقل الجوي for these two activities، لهاي اثنين مثل ما قلنا اللي هي business recreation. As the percentage traveling only on certain special occasions، كنسبة من الرحلات اللي تحدث عادة بالمواسم الموسمية. النقطة رقم 4، expected air traffic volume، يعني لازم أعرف حجم الحركة الجوية المتوقعة. A knowledge of expected total future volume of air traffic shall be necessary for the present as well as long term planning of the airport. يجب أن تكون يعني أنا أعرف ما قلنا مثل ما قلنا أهم شيء إنه أنا أعرف ال expected volume الحالي وبالfuture حتى أخطط المطار.
It may be necessary to provide several airport efficiency designed to meet specific requirements and thus segregate the various type of flying. نيجي هسه النقطة الخامسة. النقطة الخامسة اللي هي airport capacity. While developed an integrated system of airport, في حالة إنه أنا بديت أشتغل مجموعة متكاملة من المطارات, it must be kept in mind. يجب أن يتم أخذ بنظر الاعتبار. The proposal facilities at a particular airport are adequate. يجب أن أخذ بنظر الاعتبار أن الخدمات اللي موجودة أو المقترحة لمطار معين هي تكون مناسبة to handle, حتى مناسبة لتستوعب entire air traffic emerging in the region. يجب أن تستوعب حجم الحركة المرورية الموجودة. يعني لازم الديماند يكون أقل من كاباستي, مو الديماند يكون أكبر من كاباستي, وبهذه الحالة حصل عندي مشكلة. The number of aircraft which the landing is limited, عدد الطائرات اللي راح تهبط يكون محدد. When capacity is reached, إذا أنا وصلت لمرحلة capacity, the exit aircraft must either be kept waiting on the ground or held in air if waiting to land. إذا capacity وصلت لمرحلة capacity, المطار وصل لمرحلة capacity, فبهاي الحالة إذا الطائرات الإضافية بهاي الحالة شو راح تحتاجين؟ تحتاجين أما تبقى على الأرض في حالة إذا تقلع, ما راح تقدر تقلع, لازم تفضل على الأرض حتى تقدر تقلع, لأن يعني أكو طائرات قبلها تقلع, أو في حالة هي إذا بتجو فلازم تظل تبقى بتجو إلى أن يبقى المدرج فارغ حتى تقدر, يعني تنتظر بتجو حتى تقدر ويتين حتى تهبط بعدين. فإذا يعني بهاي الحالة إذا الكاباسيتي وصلت للماكسيمم, فأنا بهاي الحالة راح يصير عندي هاي المشاكل تظهر. نجي هسه ستة type size shape of the airport. Having determined the type and extent of the area to be served, بعد أن عرفت نوع ومدى المساحة اللي راح أتم خدمها, whether كانت سواء كانت صناعية أو الزراعية, the type of the activities and the population to be served, وعدد السكان اللي راح أخدمهم, وعدد حجم الحركة الجوية. It is possible, بعد ما عرفت كل هاي التفاصيل, فإذا إن أنا من الممكن إنه أنا أقرر نوع المطار اللي راح أتم إنشائه. Also those of the associated airport in the vicinity, وبالتالي أيضا وكذلك نوع في المطارات الموجودة بالمنطقة. It may be designed an international, ممكن أني أصمم كمطار دولي, أو an airport providing service, أو ممكن أصمم كمطار يخدم خدمة معينة between important cities, بين مناطق معينة in the country, بالمدينة, or even serving only local need, أو ممكن أن أسوي مطار محلي فقط يجيب احتياجات محلية. Size and shape, حجم وكبر المطار راح يعتمد على عوامل منها local condition, land available, direction of wind, اتجاه الرياح, topography الأرض, type of aircraft expected to use the airport, عدد نوع الطائرات اللي راح تخدم المطار, كلها تأثر على size and shape of airport. نجي نقطة سبعة, proximity to other airport. The nature and volume of business carried at other existing airports in the near vicinity and their plan for future expansion must be studied in detail. يعني أنا لازم أعرف المطارات المجاورة اللي موجودة للمطار, لازم أعرف أيضا توسع هاي المطارات بالمستقبل ونوع الخدمة للمطارات اللي تتأديها, المطارات الموجودة شنو نوع الخدمة اللي تتأديها. The study shall include their history of development. الدراسة يجب أن تتضمن history of development, their present, يعني الخطة المالية والتشغيلية, و safety features adopted, و خصائص الأمان أيضا أن يجب أن ندرسها. Their planning design defect which could be improved. التخطيط والتصميم ممكن أن أحسنه عن طريق التخطيط. And construction of a proposed airport, وإنشاء المطارات المقترحة. Public opinion, أني general public attitude to forward the development of airport must be studied. يجب أن أيضا أن أخذ رأي مثل ما قلنا العامة, نأخذ رأي العامة في محاول رأيهم باختيار موقع المطار. فهم ممكن ينطون يعني فد أيضا ممكن ينطوني فد رأي مهم. أيضا ممكن أعرف آرائهم عن طريق اللوكال نيوز بيبر, عن طريق مناقشة الموضوع بالعامة أو بالإذاعة وهكذا.
نيجي النقطة التاسعة اللي هي مهمة، نقطة مهمة، إنه أنا لازم أدرس حركة التأثير البيئي اللي هي أهم عندنا النويز. The problem of noise has affected considerably the development of a new airport. يعني مشكلة الضوضاء لها تأثير مباشر بتطور المطار بالمستقبل. يعني أنا هذا المطار بالمستقبل، أساني بنية المطار حاليا منطقة ما بها سكان، لكن بالمستقبل المنطقة راح تبدي تنمو، ربما تكون هناك تجمعات سكانية من المطار. هاي التجمعات السكانية بالمطار بالمستقبل راح تحد من تطور هذا المطار بالمستقبل، لأن حيسبب لي نويز لأهل المنطقة. فالنويز مشكلة ممكن تحد من تطور المطار بالمستقبل. Commercial airports are the worst hurt، خصوصا المطارات التجارية. Most civilian airports، أكثر المطارات المدنية، are made to serve only small low-powered aircraft. يعني عادة هي تخدم مجموعة محددة من الطائرات اللي هي تكون خفيفة وصغيرة، and less noisy، وأقل ضوضائية. And they should not be confused، وعادة هي ما تتعاقب مع يعني الطائرات التجارية اللي هي مالتي انجين، واللي تكون هاي باورد ميليتري بلان. ومع تطور تصاميم الطائرات، يتم انتاج طائرات عادة باكثر امان وباقل نويز ان اوبريشن. نقطة رقم 10 اللي هي land use land values أو land use damage to property. Establishment of a new airport in general، يقول لك عادة إنشاء المطار بالعموم enhance land value، هو راح يعزز من قيمة الأرض in surrounding area، بالمناطق المجاورة. Being satisfactory for setting up of connected industry، عادة راح يربط مع أيضا المصانع الصناعة الموجودة. In the case of old existing airport، عادة بالمطارات القديمة، however things may be different، حتكون الأمور مختلفة. في حالة إذا كانت المناطق الجانبية للمطار هي مناطق سكنية، فهناك حيكون توجه عام من قبل السكان إنه هم يلتجون إلى أماكن أقل نويزي، وأيضا هم سايكولوجيا يعني نفسيا إنه يلتجون إلى أماكن تكون أقل أكثر أمانا من بعيدا عن المطار. عادة يجب أن يتم وضع حدود على يعني على بناء التجمعات الجديدة بالقرب من المطار. أثبتت الدراسات الحقيقية أن احتمالية اصطدام الطائرة لأي أي أي بناية هي عادة يعني نادرة الحدوث. And there is no evidence، ولا يوجد إثبات حول أن المواقع السكنية اللي بالقرب من المطار هي أكثر خطورة، أكثر تعرضا للخطر عن تلك الأماكن السكنية اللي بعيدة عن المطار. It is only in the recent years، أي هو فقط هو عادة أصبح في السنوات الأخيرة ازدياد بعدد مرات تشغيل الطائرات، وكذلك number of accidents ازدادت، عدد الحوادث أيضا ازدادت بشكل تقريبي، especially عادة بالمناطق اللي تكون بنهاية المدارج. ومع تطور الأجهزة المساعدة على الهبوط الطائرات، وكذلك تطور في تصميم الطائرات، فنسبة الحوادث قد قلت يعني أصبحت أقل عما في السابق. إن التغير في أبعاد الطائرات وإشكال الطائرات يؤدي إلى تغير أيضا في تصاميم المطارات، حيث مع تقدم وجود الطائرات، حيث عندما ظهرت في السابق طائرة دوغلاس في سنة 1930، أدى الحاجة إلى وجود مطار عادة يكون أطول، وأيضا بيفيد رانوي يكون المدرج مبلط، وأيضا عما كان المدرج في السابق مجرد مدرج عشبي يعني. وبالتالي أيضا مع تطور الزمن أدى إلى ظهور طائرات اللي تستخدم المحركات تيربوفان وتيربوجيت إنجين، وبالتالي سنة 1950 أدى إلى تطور متطلبات المطار، بحيث أدى لأنه يحتاج مدرج أطول رنوي سترونجر رنوي، مدارج أقوى، فاسيليتيز يحتاج إلى فاسيليتيز تو ميتيجيت جيت بلاست، أيضا يحتاج إلى خدمات لإخفاء أو يعني انبعاثات الطائرات، and policies أيضا يحتاج إلى إدارة حتى يقلل من تأثير النويز aircraft noise and at the round of the airport.
وأيضا بمرور الزمن أدى إلى ظهور طائرة جامبو جيت أو الطائرة الثقيلة مثل طائرة بوينغ في 1960، أدى إلى احتياجات متطلبات أكثر من مواصفات المدرج، وكذلك إلى متطلبات أحدث لمبنى المسافرين ليستقبل أكبر عدد من المسافرين وشحن البضائع. وهكذا كل ما تزدادت الزمن بمرور الزمن تتخرج عني طائرات بأشكال مختلفة، وبالتالي راح يتغير، تحتاج إلى تصاميم جديدة للمدارج.